إلى أهل سامرة وإلى الماسة الأستاذ مثنى. أنا الشعور الذي انتابني عندما أرى شيء ممكن أن أقوم بتغييره، هذا ما دعاني أن أرشح للانتخابات لكي أخدم أهل محافظتي وأقدم لهم أشياء ربما عجز الآخرين عن تقديمهم. فإنكم أمانة، يشهد الله إنها ستبقى في رقبتي حتى أعيد مجدا صار مسلوبا. معرفة مصير المغيبين، هذا الملف الشائك. اليوم اكو ناس رايحين لهم 3 و4 و5 و6 من بيت واحد وماكو اجراء من الحكومه. في تحالف العزم لم نتبنى موضوع المغيبين نهائيا. لدينا الاحصائيات انه في صلاح الدين 15,000 وليس 10,000، 15,000 مغيب. وان نخطو خطوه جريئه في تحمل مسؤوليه تمثيل اهلنا ومدينتنا ومحافظتنا. واحنا طرحنا موضوع المغيبين بشكل واضح، لم نتبنى موضوع المغيبين نهائيا. انا اتكلم بالنسبه لي.